تعرفوا تعرفوا يا جماعه، انا لو كنت ام بجد ما كنتش عملت عيد ميلاد ابني كده، كنت هعمله بشكل مختلف خالص. ايوه يعني كنت هتعمليه ازاي؟ ما تقولي لنا افكار كده يمكن نعملها السنه الجايه. يعني انا كنت عزمت اطفال ايتام مع اولادنا يتفرجوا على المكان وينبسطوا. طب ما حلوه الفكره دي يا ديما، ما تيجي نعملها سولي السنه الجايه ومش هتكلفنا حاجه. بس انت كده بتاذيهم مش بتبسطيهم، لانهم لما هيروحوا مش هيبقوا طايقين نفسهم ولا الوضع اللي هم فيه. بس ليه؟ ممكن يحصل العكس، ممكن ينبسطوا. انا بصراحه مع العزل ما بين الطبقات يا جماعه، يعني مش هينفع. انا ما اقصدش كده، انا مع التواصل، لكن يبقى بطريقه ايجابيه شويه، مش يوم ننبسط وبعد كده خلاص كل واحد يروح لحاله. طب قولي الحلول دي هيت في البرنامج بتاعك. حلول ايه يا دكتوره؟ الكلام ده خلص من 20 سنه تقريبا. انا مش مصدقه جلسه مجلس الشعب اللي احنا قاعدين فيها. استفسار استجواب في ايه؟ وانا بقى هخلصكم من القعده دي علشان انا عندي شغل بكره بدري ولازم انام. طب ليه يا رحمه ما تخليكي لسه بدري؟ لا بجد لازم انام شويه. ميرسي قوي قوي على اليوم الجميل ده. ميرسي ليك يا حبيبي، ميرسي على ايديك. ميرسي خالص، شكرا. هكلمك الصبح. اوكي حبيبتي، في انتظار. باي. عمر معلش هات كوبايه ميه عشان عطشان. انت ازاي كنت سخيفه معاها النهارده كده؟ انا برضو. انتوا مصدقين الست دي يا جماعه؟ اوفر جدا هي بصراحه، اوفر وعايشه الدور. يا تامت ايه بس، انا بقى باخد كل واحد على قد عقله، ما بقتش برد على حد. ما ايه العقل ده كله بس؟ طب ما انت كمان بتفكر كده. التنميه البشريه ايه؟ هو اي حد يقول لك واخد دكتوراه فكيف يكون صديقا للجميع يبقى دكتور؟ يا شيخ بلخيم. يا لهوي على كمية السواد اللي جواكوا للست دي. سوري يا جماعة أنا نسيت التليفون بتاعي. ممكن تشوفيه جنبك هنا يا دينا؟ جنبنا؟ أنا كنت قاعدة هنا أصلا. لا ده تليفوني. اتفضل. ميرسي. كملوا كلامكم. باي. 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 تفتكروا سمعي؟ كل ايه؟ مبطل غتات عليك بصراحة، شكلك وحش قوي يا سيدي. حتى لو سمعت الله بس